مساء الخير. بإذن الله يتوقع يوم غد السبت أن تبدأ الأمطار بالهطول على أجزاء واسعة من المملكة. يوم الأحد يتوقع أن تشهد المناطق التي يزيد علوها عن 1000 متر تساقطا للثلوج، لكن اعتبارا من مساء يوم الأحد وليلة الأحد على الاثنين يتوقع أن تشمل الثلوج المناطق التي يزيد علوها عن 900 متر. صبيحة يوم الاثنين يتوقع أن تكون العديد من أحياء العاصمة عمان بيضاء. كونوا على تواصل معنا في نشراتنا النهار اليوم، ودمتم بخير.